السؤال التالي يقول: الوالدة أخذت بفتوى دار الإفتاء وهي سيدة كبيرة طاعنة في السن، ليس لها مصدر دخل ولا سبيل لتشغيل الأموال، فتتعامل مع بنوك ربوية وتربط شهادات ودائع. الآن تريد عمل حساب لابنها تامر المعاق ذهنيا من منطلق نفس المبدأ، وسأكون أنا وهي مفوضين للتعامل على الحساب وبالتالي ربط الشهادات إلى آخره. هل يجوز أن أرى أحدا واسطة يعني يفتح لنا الحساب نظرا لظروف أخي الذهنية، أخوه معاق ذهنيا لا تسمح بفتح الحساب؟ هل إذا تم فتح الحساب أكون آثما في ربط الشهادات وخلافه، ولا في رخصة لأخي المعاق ذهنيا؟ الجواب عن هذا: ينبغي الاجتهاد في إقناعها بفتح الحساب لدى مصرف إسلامي، وفي هذه الحالة لا حرج في الاستشفاع بأحد الوجهاء لتيسير فتح هذا الحساب لحاجة هذا المبتلى عافانا الله وإياه، وإن أبت فاكتب إلينا ثانية ولكل حادث حديث، بارك الله فيك. السؤال التالي: بسم الله الرحمن الرحيم،